لأنه بيروت مثل طائر الفينيق بتقوم دايماً من تحت الرماد، ولأنه اللي عانته بعد انفجار 4 آب وأزمة كورونا والانهيار المالي والاقتصادي كان أكبر من أنه تتحمله مدينة وحدة، كان لابد من بصيص أمل بكل هيدا الظلمة، وهيك خلقت ريبيرث بيروت. ريبيرث بيروت أسست بسنة 2020 كردة فعل بعد انفجار المرفأ، وهدفها الأساسي إعادة الأمل للمدينة ولأهل بيروت، خاصة بعد الظروف الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة اللي عم نقطع فيها. مبادرة ضوي شارعك بالتعاون مع ميدكو ساهمت لغاية اليوم بإنارة أكثر من 110 شوارع، 10 جدات، 4 ساحات، درجين، نفق وحديقة. مبادرة ضوي شارعك هدفها نرجع الحياة والنور لشوارع بيروت اللي كانوا بالظلام. هي كمان شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي. الفكرة هي إنه كل مولد وكل مؤسسة أو كل بناية بتقدر تعطي طاقم المولد تبعها تضوي الشارع لقدامها، وهيك إتس دومينو إفكت، بنقدر نضوي أكثر وأكثر. جهود ريبيرث بيروت ما بتوقف فقط على إنارة المدينة، ولكن إنعاش النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة. كانت الظلمة والعتمة قوية كتير، وكانت العتمة بتطرد كل أمل بالحياة بالمدينة. ريبيرث بيروت كانت من أوائل الجمعيات اللي تقدموا لمساعدتنا بهذا الموضوع، وبسببها رجعت الحياة ورجعت المطاعم تفتح. قطاع السياحة تحدى الأزمة، تحدى البطالة، وهيدا الصيف القطاع المطعمي وقطاع السهر حط لبنان على الخريطة السياحية العالمية ورجعنا للحياة والحركة والوجود لبيروت. وبظل غياب الدولة، أخذت ريبيرث بيروت على عتاقها معالجة مشكلة إشارات السير، واستطاعت لغاية اليوم من إعادة تأهيل 15 تقاطع للإشارات، وهدف الأساس 20 تقاطع بالإجمال من أصل 100. واشتغلت أيضاً على مبادرة إعادة تأهيل حفر الطرقات وأغطية الصرف الصحي، بالإضافة إلى مبادرات مستقبلية كترميم الحدائق العامة. وسعياً لإبراز الوجه الثقافي والفني والإبداعي اللي لطالما اشتهرت فيه بيروت، كان من الطبيعي أنه تركز ريبيرث أيضاً على إعادة الحياة الثقافية للمدينة من خلال ترميم مبنى تراثي وسط شارع جورو بالجميزة ليصير مركزها الأساسي ومساحة ثقافية بتستضيف معارض فنية. هالشي بالإضافة للحفلات الموسيقية ومنهم حفلة فرقة أدونيس بيعود ريعهم لدعم مشاريعهم. كمان عم ننظم حفلات موسيقية مثل كونسرتس كبيرة ويوم الموسيقى العالمي لفتو لموسيقى. عنا مركز ثقافي وفيه منستضيف فنانين محترفين وناشئين. حطينا إيدنا بإيد ريبيرث بيروت وبدعم من سعادة محافظ مدينة بيروت، وشارع ولا شارع ريبيرث بيروت ضوت كل الشوارع، لنورنا طريقنا بنقول له الله ينور طريقك. حطينا إيدنا بإيدهم، هذا هالشيء أدى لإعادة الأمل بالمدينة وإعادة نهضتها من جديد، بالرغم من أنه كل شيء بلبنان عم بيرجع لورا إلا أنه مدينة بيروت عم بتروح لقدام. وأنا أكيد أنه إذا بنحط إيدنا بإيد بعض نقدر نرجع بيروت مثل ما كل العالم كانت تعرفها، مثل ما كانوا جدودنا بيعرفوها، اللي هي مدينة الحياة، مدينة الحب، مدينة الثقافة ومدينة الأمل. بالرغم من أنه رحلة ريبيرث رحلة مليئة بالتحديات، تبقى عزيمة اللبنانيين أقوى من كل الانكسارات. ريبيرث بيروت اللي ولدت وسط الألم تبقى كشعلة أمل لمستقبل أبهى، لمدينة عم تولد من جديد.